طب احكي لنا كده. يعني أي حاجة اللي هي related to beauty بتعجبني. يعني أهتم في شعري، وجهي، لبسي، طريقة المشي، يعني هذه الأشياء أنا منين كنت صغيرة أنا كتعجبني يعني. وأمي الله يحفظها لي فاش كنت صغيرة كان عندها محل كوزمتكس، سو أنا يعني من صغري وأنا هذه الأشياء أشوف أمي كيف تهتم في نفسها وكيف كتعجبني. فهو سو ده كان اللي الحلم خلاكي ديالي صراحة، كان عندي يعني حلم أني أكون يعني عارضة ديال ماركة الميك اب يعني عالمية ومعروفة، ولا نربح الشي لقب ملكة جمال صراحة. بس انتي كمان مش ربحتي اي لقب لملكة جمال، ده ملكة جمال الإنسانية، الانسانية. يس فاللقب ده بقى بعد ما حصلتي عليه ملكة جمال الانسانية بيعني لك ايه؟ هذه بدأ أولا مسؤولية، وبس الاسم ديال اللقب، الاسم جميل، اسم حلو، ملكة جمال الإنسان، يعني مو بس جمال كما قلت لك، مو بس شكل، مو بس يعني انا هنا، لا خاصني نساعد الناس، خاصني نوقف معاهم يعني، وان شاء الله غادي نودي هذا الواجب على احسن وجه. لازم يعني بما انك فزتي باللقب فباكيد عندك مشروع مهم في الحياة، عندك قضية بتحاولي تدافعي عنها انسانيا. ايه هي قضيتك الانسانية اللي شايفة انك لازم تدافعي عنها لحد ما تحققي فيها كل اللي بتحلمي بيه؟ قضية صراحة المهم بدأ أولا، حاليا أنا ما نقدرش ندير حتى شي خطوة على وديت، يعني عشان كورونا على وديت الأوضاع دابا، يعني حتى كما قلت لك، كما سبقت قلت لك، حتى فاش كنا في لبنان وكنا كنمشيو كنديروا أعمال خيرية، ولكن يعني من برا ما كناش كنقدروا أن ندخلوا نتلاقاو مع الناس، نسلموا على الناس، يعني الأوضاع ما بقتش مثل قبل. سو أنا حاليا يعني إن شاء الله يا رب ترفع لنا هذا البلاء هذا اللي أكيد كورونا هذه.